ايد على العراقيين، ايد على الشعب كله، لان دمرنا. امل حياتنا جحيم، رجعنا متاخرين سنين. احنا نسجل طاسة أبغاسي من وراء داعش. الله وكيل، الله وكيل، بيتي اشتعل، سيارتي اشتعلت، متوا بس الحمد لله الذي طلعنا، جاء الجيش طلعنا. والله تعبنا، والله كنا حنطة، والله كنا ما يبيغ، والله تعبنا. ليه السنة هذا عاني، وليه السنة ما مصدق انا طلعت من وراء داعش. Baghdadi was vicious and violent, and he died in a vicious and violent way as a coward running and crying. Today's events are another reminder that we will continue to pursue the remaining ISIS terrorists to their brutal end.